أيا لاهيا في دروب الحياة تسير الخطى في دجى الحيرة وتقضي الزمان بغير اعتبار ويداك أبصر من الغفلة ولا تتبع أي خلق مشين فتجني الملامة مع الحسرة فأنت الحري بحسن الفعال ونبل الخصال مع الصحبة هلم نعش بالكتاب المبين محمد صلى الله عليه وسلم قدوتي لأني أحبه. شاركنا الآن وعبر عن حبك على موقع قدوتي.com.